بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المقطع غادي نهضر على واحد الخطأ يرتكبه أغلب أو فئة كبيرة من التلاميذ والمترشحين الأحرار. هذا الخطأ هو أنهم كيبنيو المراجعة ديالهم على أساس الاحتمالات. فبزاف ديال الناس يقولوا مثلا السنة الماضية في الامتحان الوطني تحط الموضوع المقالي في مادة التاريخ، إذن هذا العام غادي يتحط في مادة الجغرافيا، ونفس الأمر بالنسبة للمترشحين ديال الامتحان الجهوي. بطبيعة الحال هذا توقع واحتمال، هذا الاحتمال ما كاين حتى شي واحد كيلزم واضع الامتحان أنه يحترمه. إلا حط العام اللي فات الموضوع المقالي في التاريخ، هذا العام يحطه في مادة الجغرافيا. يعني واضع الامتحان يمكن يحط الموضوع المقالي في مادة التاريخ السنة الماضية وعاود يكرره في هذه السنة، وبالتالي مجموعة بعد جس النبض لقيت بأن واحد العدد كبير من الناس هذا هو الخدمة ديالهم، تيقول بأن هذا العام راه الموضوع المقالي غادي يكون بالنسبة للبكالوريا في مادة الجغرافيا. شنو كيدير؟ كيوجد للجغرافيا، وهذا خطأ. ها انت وجدتي للجغرافيا مزيان واشتغلتي على الوثائق مزيان وكنتي مستعد مزيان ومشيتي وفاجئوك موضوع مقالي في مادة التاريخ، تما غادي تضيع راسك. إذا فهاد بناء المراجعة ديالنا على اساس التوقعات والاحتمالات هو خاطئ جدا. وهذا الشيء راه معروف، ولكن انا شنو بغيت علاش هذا الفيديو؟ فهو الهدف ديالو هو التحسيس والتوعيه. فالامتحان نحن على مشارف الامتحانات، يعني ما بقى والو، قرب الامتحان الوطني وقرب الامتحان الجهوي. شنو المعمول؟ الا كنت انا باني المراجعه ديالي على اساس ديال الاحتمالات والتوقعات وما بقاش الوقت، فواش غادي صافي ما نتسوق شاي صافي نمشي هكا واللي جاب الله، ولا شنو ندير؟ الله يعطيكم السر. مازال الوقت بطبيعه الحال باش انكم اللي مثلا باني التوقعات ديالو على اساس انه غادي يكون الموضوع المقالي في ماده الجغرافيا، واش يعاود يراجع الدروس ديال التاريخ كاملين، ولا على الاقل على الاقل يبذل مجهود يراجع ما تيسر، يشد مثلا الكتاب ديال التاريخ عندنا او الدروس ديال التاريخ. عندنا ثلاثه ديال المحاور، عندنا تاريخ العالم وعندنا تاريخ المغرب وعندنا تاريخ المشرق العربي. مثلا يراجع ديك ثلاثه ديال الدروس ديال تاريخ العالم المغرب، يضبطها مزيان، ثم ينتقل لتاريخ العالم ويبقى يراجع ويحاول يفهم مزيان، ثم ينتقل لتاريخ المشرق العربي. المهم اللي يقدر الله عليه، اذا قدر يراجع كل شيء مزيان، ما قدرش على الاقل يبدا لنا بعدا بواحد المحور. هذا تنقولوا ينقذ، يحاول انقاذ ما يمكن انقاذه في هذه الفتره المتبقيه، لان ذاك الاحتمال ماشي ضروري يكون. وواضع الامتحان ما عندكش الحق انت تقول له هذاك العام حطيتي الموضوع المقالي في الجغرافيا، هذا العام حطوه في التاريخ، ولا ذاك العام حطيتيه في التاريخ، هذا العام تحطوه في الجغرافيا. هو كيحط اللي عجبه، وما تبنيش على التوقعات والاحتمالات، لانها بواحد النسبه كبيره تقدر ما تصدقش. اي ولا ما صدقاتش، انا نضيع في قرايتي، نضيع في المراجعه ديالي. الله يعطيكم السر، ما تكونوش يعني تتعاملوا مع المراجعه بهذه الحماقه. فعلى الاقل الواحد يراجع الدروس ديالو، مثلا في الجغرافيا ضبطتيها مزيان وقلتي راه صافي استعدتي ومعول على موضوع مقالي، سير دير في راسك واحد البركه ديال التاريخ حتى هي. قرا الدروس ديال التاريخ، رتب المحاور ديالك، ثلاثه ديال المجالات، بدا بتاريخ المغرب قصير فيه ثلاثه ديال الدروس، على الاقل ينقاد ما يمكن انقاذه في هذه الفتره المتبقيه، ثم دوز عاوتاني لتاريخ العالم وانت غادي. على الاقل حتى لو ما حفظتيش فهم وضبط وعارف هادي على ما كتهضر وهادي والمحطات اللي كاينين وكذا، على الاقل الواحد يصوفي راسو في هذه الوقيته المتبقيه. لان من بعد ما لقيت بزاف الناس كيبنيو على هادشي وتيقول لك انا ما تحتش انا نعول على الاستدراكيه ولا يسهل الله في عام اخر، لا، مازال هاد 3 ايام ولا 4 ايام ولا هاد المده المتبقيه الواحد يقدر يتدارك ويعاود يدير مراجعه خفيفه ويحاول يركز على ما هو اساسي ويمشي مستعد لكل شيء. هادشي اللي قلته على اصحاب الوطني كنقولو على اصحاب الجهوي في جميع الجهات، ما تبنيوش على التوقعات، الله يعطيكم السلامه. وحتى الا بنيتو على التوقعات ما تسمحوش في الماده اللي كتقولوا ما يتحطش فيها الموضوع المقالي، ما تسمحوش فيها، قراوها فهموها ضبطوها. والاحتمالات راه ماشي دائما كتصدق، والواحد ما خصوش يضيع راسو ويضيع مراجعته ويصدق جايب شي نقطه اللي ما تاهلوش انه ينجح، او لا ما تخليلهش النقطه مزيانه في الامتحان الجهوي السنه المقبله. اذا كنتمنى تاخذوا بهذه النصيحه بعين الاعتبار، وبالتوفيق والتيسير للجميع.